السلام عليكم. كمختصر، هي الرياضة شو قصتها؟ هي بدأت معي، أنا كنت يعني عندي بنية ضعيفة، والدتي من الداغستان فشكلها يعني أوروبي بكل شيء، وإضافة يعني من النمط الأوروبي اللي عظمه رفيع جدا بشكل، فكنت إجي لألعب الكمال أجسام العادي، كان صف التاسع، عمري 14، فحاول العب يعني تمرين عادي مثل هذا تمرين المعاصم، بحط واحد دامبل بيلعب هيك، كنت احس انه عظمي حينكسر، كنت صف تاسع تقريبا. فالمهم بنتي كانت ضعيفه، فبالتالي صرت ابحث عن التمرين يلي ما يضغط على المفصل، يقوي العضله بدون ما يضغط على المفصل، فهذا صرت ابحث بالتمرين. جربنا تجارب كتير فطلعنا بهالرياضه هي. هالرياضه هي بدايه كانت شخصيه، لكن بعد فتره اكتشفت انه في ناس كتير عم بتعاني من امراض الديسك، يعني بلشنا نكبر بقى بالعمر، فاكتشفنا موضوع امراض الديسك والعمود الفقري والمفاصل اجمالا، واللي معه مشكله هون، اللي معه مشكله بكتفه، اللي معه يعني كل مفاصل الجسم. فقلت هالزوايا الامنه، ما دام انا اكتشفت الزاويه الامنه، يعني مثلا هذا التمرين هن بيلعبوه بهالشكل، ما بقدر اورجيكم كتير مشان الكاميرا، طيب انا شلون بلعبه؟ بفتل ايدي هيك وبنام على جنب وبلعبه وانا نايم. فهذا هاللفه هي صار في قوه، مثل انت اذا سحبت لك ايدك بالشكل ممكن تجعك من هون، يصير الم، بس اذا شديت ايدك هيك قد ما شديتك ما عاد تجعك. ليش؟ لانه الاربطه شدت، الاوتار شدت، فبالتالي صار عندك قوه. فانا هاللفه هي بدل ما العب التمرين بهالشكل صرت العبه دوران بهالشكل، فصار هون في شد، صار الوزن عم بيجي على العضله قبل المفصل. فصار عندنا وحده، هلا عم بحكي لكم عن وحده من انجازات كثيره برياضتنا هي. اول انجاز على مستوى العالم هو انه الزاويه الامنه، انه انت تحمل وزن ما تنضر، ما ينضر المفصل نهائيا، بل اذا في التهاب، فيه وجع، فيه شيء، فيعالجه، حتى لو في خلع جزئي، حتى لو في تمزق أربطة، حتى لو في فقرات فيها مشكلة، الديسك طالع من مكانه، ضاغط على العصب إلى آخره، بدون جراحة. فجربتهم على موضوع العلاج إذان، فلقيته نجح نجاح باهر فضل رب العالمين. فصاروا المرضى يستغنوا عن الجراحة المفاصل والفقرات نهائيا. في واحدة حلفت لي، يعني عم بقول لها إنه في ناس سبع عمليات انتكسوا عنده، واحد عم بيقول لي سبع عمليات ديسك انتكست عنده. حلفت لي قالت لي والله قرايبي 12 عملية، 12 مرة انتكست. فموضوع يعني معاناة عالمية. وهون اجينا على النمسا فكرناهم يعني متحضرين اكثر الموضوع، مستغرب انا كيف سبحان الله ما وصلوا لهالتقنيات اللي وصلنا لها، يعني الله بيفتح على عباده كيف يشاء، هذا كله كرم من رب العالمين. المهم انه اذا هذا اللي بلش الموضوع، بعدين هالرياضه هي اذا بلشنا موضوع علاج نسخرها للعلاج، ففعلا فادت كثير. اجينا على التجميل النسائي، صارت المراه كمان تعمل تكبير صدر، تنحيف بطن، كل سنتي بالجسم فيك ترسمه، ان كنت رجل ولا امراه. لانه انت بدك تتحكم بالوزن، شو هو الوزن بدك تحطه، بدك تلعب فيه، وباي زاويه بالضبط، اذا بتعمل هيك زاويه، هيك زاويه تانية، هيك، كل وحده بتجيب قرنه مكان للعضله، فكل سنتي فيك انت شو تساوي، كل سنتي تتحكم فيه، تسمنه من هون، تنحفه من هون، والى اخره. هذا الموضوع اول نقطه في اكتشاف هو الزاويه الامنه، الزاويه الامنه خلتنا نقدر يلي معه مشكله بمفصله نعالج له اياه. طيب شو النقطة الثانية؟ الوزن هاد بفيده إذا كان في التهاب بصير تروية دموية، التروية الدموية هون بالأوزان شو بتعمل؟ بتدفع هالالتهاب بعيدا، وعم بيطلع لك عضلات، عم تلعب مثلك مثل أي لاعب كمال أجسام تماما. فما نازل على التمرين يعني وأنت هيك متضايق إنه والله بس علاج وفي ملل، لا، نازل أنت مثل أي إنسان عادي، نازل تبني عضلاتك ونازل تمارس حياتك اليومية، والوجع راح بعد شهرين مثلا، بعدين بتكمل بقى عم تلعب بهالرياضة مثل أي لاعب. إذا هي الزاوية الآمنة خلتنا نقدر نحمله للمريض يلي أي دكتور بتقول له أنت مشان مرض الديسك يقوي العضلة عنده، بيقول لك ممتاز، هو الغضروف طالع من مكانه لأنه العضلة ضعيفة، فلما صار ضغط العضلة ما قدرت تحميه، فطلع الديسك من مكانه مثلا. فيا ريت تكون عضلة قوية، بس نحن كيف نقوي له العضلة؟ إذا الأوزان نحمله إياها مشان نقوي العضلة، هالوزن نفسه ما نخاف يضغط له على الغضروف، يضغط على الفقرة، يصير التهاب عصب أكثر. فإذا أول نقطة الزاوية الآمنة هي اللي حكينا عنها، إنه صار فينا لا نحمل للمريض أوزان
متدرجة مدروسة، وبالتالي يقدر يقوي العضلة والفقرة مرتاحة، والفقرة ما عم بيجي عليها ضغط مباشر، عم بينزل الوزن أول شيء على العضلة. فمتى ما حملت العضلة خلاص. أي رياضة أنت بتلعبها بالعالم أول فترة بتنبسط وبتستفيد، جسمك بيستفيد إجمالا، لكن بعد فترة إذا ضليت عم تلعب وبجهد عالي فبصير معك إرهاق. هذا الإرهاق بيعطيك أمراض، من بيناتها حياتك الزوجية. إذا أي رياضة بتلعبها أنت بعد فترة بصير عندك إرهاق إذا ضليت عم تلعب كل طاقتك. أما إذا عم تمشي هيك مشي خفيف كذا ما بتتعب، لأنه بالأصل أنت ما حطيت قوتك، ما حطيت قوتك الأعظمية. فالإرهاق هذا اللي عم بيصير عند معظم الرياضيين بيعمل أمراض، من بيناتها مشكلة بحياته الزوجية الخاصة. أول فترة بالعكس ممكن يتنشط على الرياضة فبيفرح فيها، بس الاستمرار بالطريقة الغلط. طيب وإذا ما لعب رياضة، ما حط كل قوته بالرياضة، بس هيك صار يمشي مشي كمان، يعني معناتها ما عمل جهد عالي. إذا ما في جهد عالي معناتها ما قوى القلب، القلب ما قوي عنده، العضلة ما قويت، ما حمل أوزان عالية، الأربطة ما قويت، الأعصاب ما قويت، يعني عمل رياضة خفيفة فعطته نتائج خفيفة وبس. صحيح ما عنده إرهاق، بس ما عنده بالأصل يعني هالإنجازات الصحية. وإذا ما لعب رياضة بالمرة بصير عنده خمول، هالخمول هذا كمان بيعمل الأمراض من نوع تاني غير أمراض الإرهاق، لكن من بيناتها كمان الشيء المشترك اللي هو الحياة الزوجية، لأنه بصير خلل هرموني. فرياضتنا هي الوحيدة هلا يلي مدروسة علميا لدرجة تخبرك قديش لازم يكون عندك جهد وقديش راحة. لازم يكون عندك راحة ولازم يكون عندك جهد، لازم يكون كتير دقيق التعامل بين الجهد والراحة. لازم تعمل جهد عالي بالتدريج طبعا حتى تقوى أعصابك وقلبك وعضلاتك ومفاصلك وأربطتك وتعمل حماية من المشاكل المفصلية وإلى آخره، ولازم تعطي راحة لحتى ما يصير عندك إرهاق ومشاكل. وحتى بيلعبوا كمان أجسام، مثل بيلعب فترة بعدين ما عاد تقدر يزيد أوزان، بعدين كي يرجعوا الأوزان لورا لأنه في تعب. هاي الراحة مو كلمة بسيطة، الناس تقول إيه راح ارتاح يعني مسار ريح له يومين، لا، لحنا الراحة عنا بحر من أنواع الراحة. ده حتى تكون راحة دقيقة، أنت مثلا بتلعب 8 مرات، كل عدة بعدها لازم يكون مثلا في راحة ثانيتين، بترجع بتعمل عدة تانية، بس عضلة تانية بدك راحة 5 ثواني بعد كل عدة، عضلات تانية ما بصير تعمل لها راحة أساسا، كل عضلة إلها شخصيتها. هذا على مستوى العدات، يعني أنت الأسبوع هذا كم مرة بصير تلعب العضلة؟ طيب بالشهر؟ طب كم مرة بدك تتقل وكم مرة بدك تخفف؟ كم مرة بدك تلعب وسط؟ كم مرة بدك تلعب 40% 20% وهكذا؟ برنامج معقد على الكمبيوتر في راحة على مستوى السنة، في راحة يعني اليوم بدك تلعب هالعضلة مثلا تقيل، لا هالعضلة وسط وهالعضلة خفيف، تجي مرة تانية تلعب هاي الوسط هاي التقيل، طب شو هو التقيل شو هو الوسط؟ طب تلعب وسطين تقيل خفيف ولا تلعب خفيف وسط تقيل ولا كل أسبوع شو القصة؟ تعمل دراسة ضخمة حتى تكون في توازن بين الراحة والجهد. لما بصير انتظام بين الراحة والجهد توازن فعلا، فبصير عندك كمان انتظام هرموني، هرموناتك بتنتظم. إذا أنت طفل مشان نموه، يعني الأطفال لما بتلاقيهم يلا رايح جاي كل يوم عم بيلعب كرة قدم مثلا بالحارة أو كرة قدم بالملعب، فغالبا اللي عم بيلعبوا كرة قدم شو بتلاقي؟ بيطلع قصير غالبا، مو دائما لكن غالبا. ليش بيطلع قصير؟ لأنه عم بيعمل جهد يفترض يكون مفيد، لكن هالإرهاق دائما يلا رياضة رياضة وما لها مدروسة. يعني كرة القدم على أساس يعملوا اتحاد؟ لأنه مدروسة علميا؟ لا، لأنه في لها شعبية جماهيرية بس. فهو هدفه الجول، مثل ما قلنا هدفه يفوت جول مو هدفه صحته، فبتلاقيه قصير غالبا. بينما جماعة كرة السلة مو بس اللي بيروح على السلة بيكون هو طويل، أحيانا بيلعب سلة ما بيقصر على الأقل مثلا، يعني بيحافظ على، لأنه الجهد اللي بالسلة أقل من الجهد اللي بالقدم، لأنه بالسلة بتحرك إيديك كمان مو بس كله رجلين، وبتركض بملعب أصغر فعندك جهد أقل على رجليك. فالمهم الطفل بحاجة كمان، لازم يلعب رياضة مشان ينتظم هرمونه، ولازم يلعب رياضة مدروسة وفيها راحة وفيها جهد ومدروسين جدا، مو مثل القدم الشعبية أسوأ رياضة بالعالم كان بالنسبة لي. فلازم يكون مدروسة، لما بتعطيه جهد مدروس بصير عنده مثلا بياخذ الحد الأعلى للنمو المكتوب بجيناته، يعني ممكن يكون مكتوب بجيناته أنه بيوصل لحد أعظمي كذا، بس ما بيقدر يحققون هالجينات لأنه هو غذائه غلط، رياضته غلط، حياته غلط، فبيحقق الحد الأعظمي. بتلاقي واحد كسول راح على الرياضة، بالتالي انبسط هيك أول فترة جسمه تنشط، كان نايم جسمه تنشط، بعد فترة بصير تراكم تراكم جهد، فبتلاقي بيلعب رياضة وبيترك، بيلعب وبيترك. معظم الناس بتلعب وبتترك ما بتقدر تكمل لأنه
جهد. الجسم بيعطيك رسائل، رسائل جسمانية انه انت تعبت حاجتك، ورسائل نفسية بتحس بالملل انه حاج عم تأذي حالك. حتى معظم الرياضيين اسألوا انتو يعني هيك من تحت لتحت طريقة مؤدبة، بتلاقوا انه معظمهم ضعيفين بالحياة الزوجية. ليش؟ لانه خلص صحته راحت للرياضة وبس. يعني بدل ما تكون رياضته محفزة لصحته وتكون هو بكل شيء مرتاح ومنيح بما فيهم زواجه، بتلاقيها عم تاخذ له صحته وتاخذ له قوته. فنحن رياضتنا عملت التوازن. يعني ليش نحن مثلا نشترك مع كمال الاجسام بالاسم بس نحن ما لنا علاقه بكمال الاجسام نهائيا؟ يعني هي كمال الاجسام اللي الناس بتلعبها هي شعبيه جدا وهي متخلفه جدا، وهي اقرب لواحد عتال، عتال بيحمل الغراض الله يعطيه العافيه ويقويه. فعتال هذا العتال اعطيه انت ابره هرمون بيصير بطل، بيصير بطل عالم. يعني اعطيه ابر مع العتاله تبعه بيصير بطل عالم. يعني هن شو رسمالهم هدول الابطال العالم؟ هرمون منظر، تلاقي مشي بيمشي بصعوبه احيانا. هون سؤال الاخ، تاخر بناء العضلات عندي رغم اني امارس البودي بيلدينج بطريقه منتظمه خصوصا عن طريق تمارين بوش ابس. تمام، انت عم تقول انه عندك تاخر ببناء العضلات رغم انه انت عم تمارس البودي بيلدينج بانتظام، لانك عم تمارسها بانتظام بحياتك ما حيطلع لك اكثر من اللي يطلع لك عضلات، لانك بانتظام. انت اسال يلي لعب، اللي بيلعب حديد وبيترك بيرجع بيلعب، مثلا لعب مثلا 3 شهور قطع اسبوعين بعدين رجع على التمرين، بيرجع حجمه متحسن ونشاطه وقوته اوزانه لانه قطع. هو ما بيعرف لانه قطع، ما بيجي بباله، بفكر حاله انه ندمان لانه قطع التمرين. هو العضله تنفست من التمرين الفاشل اللي عم بيلعبوه. ان تي دي يعني اختصار نو تو دراجز، ان تي دي يعني لا للعقاقير. يعني احنا ضد كل شيء كيماوي، ما بتحتاج برياضتنا تاخذ ولا حبه بروتين ولا هرمون ولا اي شيء، طبيعي جدا. فبتنزل على النادي مرتاح، بتطلع مرتاح، مو بتطلع اكل قتل بالتمرين. ف الرياضه تنزل على النادي مشتاق للتمرين، لانه مثل ما بقول لك فيك تلعب الرياضه كل 9 ايام مره واحده. فانت مشتاق للتمرين، جسمك ونفسيتك، وبتطلع من التمرين مبسوط مثل واحد كان نايم كتير بعدين قام تحرك شوي تنشط، يعني كان مكسر جسمه من النوم. فلما بتلعب انت رياضتنا باعتبارها مدروسه، باعتبارها هي ما لا مرهقه، فبصير عندك نشاط، ما بصير عندك ارهاق. وبنفس الوقت انت عم تحمل اوزان اكثر من اللي بيحملوه الابطال بعد فتره، يعني خلال كم سنه لال توصل لاوزان قد الابطال العالم، ومع ذلك مالك مرهق، لانه انت هذا الوزن حتلعبه مثلا كل 4 اشهر مره، وبعدين بيناتهم حتلعب وسط وخفيف والى اخره ونسب معينه. اذا لعبت الخفيف اقل من نسبه معينه بصير عندك تعضيل، اذا لعبته اكثر من نسبه معينه بصير ما عاد عندك تحسن بالعضله. نحن مشتركين مع كمال الاجسام بالاسم، نحن مشتركين مع كمال الاجسام بالهاردوير، بالاجهزه، نستخدم الاجهزه اللي بيستخدموها لبين ما شاء الله الاجهزه اللي اخترعتها بالرياضه على الورق نطبقها على الواقع، بصير عندنا اجهزه خاصه فينا ما حدا شافها قبل المره. لكن السوفت وير البرامج ما لنا علاقة فيهم نهائيا. بالنسبة ليش هن ما عم يتحسنوا؟ مثلا جماعة كمال الأجسام بفوت على النادي بيكون جسمه نايم، يعني ما لعبان قبل المرة، أول شهر بتلاقي فورا بيتحسن، شو ما كان برنامجه غلط، مهما كان غلط. يعني أسوأ برنامج بأسوأ منطقة بالعالم ولا أحسن برنامج، الاثنين حيفيدوه أول شهر. الشهر الثاني يعني مقبول، متى ما شهر 3 4 5 بلش يبقى ما عاد في استفادة بالمرة، أو استفادة كتير ضعيفة وبعد فترة بتنعدم. طب ليش ما عاد استفاد؟ مع انه عم بتقل اوزان وعم ياكل وغذاء كمان، عم ياكل كميه كبيره، نحن اكلنا كمان بسيط بهالرياضه هي، لكن هن حتى باكلهم الرهيب يعني ما عم بيقدر يتحسن. ليش ما عم يتحسن؟ لانه الجسم كان نايم واجا شيء جديد عليه. يعني هن بيفكروا انه تثقيل الوزن هو العامل الوحيد اللي بيضخم العضله، وطبعا كلمه تضخيم العضله يعني كمال اجسام للرجال، ويعني تضخيم العضله عند منطقه العلاج، بدك تعالج منطقه بالعمود الفقري، بدك تعالج ركبه، ضخامه العضله بتفيدك مثلا عند الفقرات حتى تنتبج تنتفخ العضله فتدفع الفقرات يبعدوا عن بعضهم يرجعوا للمسافه الطبيعيه، فبيرجع غضروف بينزل بين الفقرات. فكلمه ضخامه عضليه مو مشان في ناس تفكر انه مشان واحد يعني يتمنفخ، لا، هي موضوع علمي ضروري وفي معجزه الهيه انه كيف جعل لك هالشيء هذا بينمو بشكل بدك اياه. مشان انت يمكن ما تقول والله الله خلقني والله شكلاتي على قدهم، طب ما جسمك عندك جسمك كلياته فيك ترسمه رسم، قوم اشتغل على حالك
اللي بيفكروا هن انه زياده الاوزان هي العامل الوحيد اللي بضخم العضله، بينما اكتشافاتنا بينت انه العضله بتضخم على الوزن الغريب مو الثقيل، الغريب. فكان شو ما لعب اول شهرين بالنادي كمال اجسام بتلاقي تحسنت لانه غريب عليها، بعدين صار مألوف. طب كيف نخليه احنا دائما غريب؟ فعملنا احنا اخترعنا قصه الراحه، مره خفيف مره وسط مره ثقيل، وسطين خفيف وسطين ثلاث خفيفات كذا بعدين ثقيل، مثلا حسب كل برنامج وحسب مرحله. دائما العضله عم بتشوف الوزن غريب عليها فبتتحسن دائما، لانه عم بلعب مثلا اليوم خفيف بعدين وسط فرضا بعدين فرضا ثقيل، لما عم بلعبها ثقيل هذا ما يلعبها ثقيل قبل كم يوم مثل ما بيلعبوا هن، صار لي شيء شهر مثلا ما يلعبها ثقيل، عم بحافظ على العضله بالخفيف والوسط. فلما لعبت ثقيل اليوم صار فرق بينه وبين الثقيل القديم اللي من شهر، فتاني يوم العضله فورا تحسنت بيوم واحد. ليش؟ لانه وزن غريب. كمان كلمه ضخامه عضليه شو يعني؟ يعني بس كمال اجسام؟ يعني بس علاج فقرات ومفاصل يلي معها جنف؟ حتى الشلل كيف منعالج الشلل؟ واحد اذا 5% بيقدر يحرك رجله، شيء بسيط بيرفعها، شيء بسيط. هالشيء البسيط هاد نفترض انه بالاصل الانسان العادي عنده 10 حبال، انبسط الموضوع يعني عنده 10 حبال حبل عم يحمل فيهم وزن. نفترض انه هذا الانسان اللي معه تصلب لويحي او معه شلل اطفال او الى اخره عم بيقدر يحرك العضله تحريك بسيط لانه عنده حبل واحد من اصل 10، فطبيعي يكون ما عنده قدره مثل الانسان العادي بسبب مرضه. فنحن شو بنساوي؟ هالحبل هاد منقويه شوي 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 حتى يصير حبل ضخم وقوي. يعني بالاصل بيلعب كمال اجسام بتصير عضلته كبيره كثير، هذا عنده 10 حبال ضخمهم فصار ضخم وصار قوي كثير. نحن على حبل واحد بنضخم هذا الحبل منقويه مثل ما بيقوي البطل عضلاته، بس باعتبار عنده حبل واحد ما حيصير عنده هيك عضلات، حيصير عنده عضله واحده صغيره بس قويه فصارت تقدر تكفيه ليقدر يمشي. احنا ما بدنا اياه يصير بطل، بدنا اياه يمشي. فبنشتغل على الحبل هذا الواحد البقيان باوزان مدروسه وخفيفه متدرجه وراحه، لانه هذا اذا لعبته غلط وحملته اوزان وبدون الراحه اللي عم نحكي عليها ممكن تدمر له عضلاته. في ناس معها شيء اسمه الحفل العضلي، يعني هذا عم بياكل حاله بالاصل. فهدول بدهم كثير دقه، لانه هو التمرين بالاصل شو هو التمرين؟ عند كل الناس هو التمرين هدم للعضله، العضله بيكون فيها مخزون بروتين وماء وسكريات الى اخره، فبتيجي بتنتحر العضله بتدمر حالها كرمال تعطيك طاقه بالتمرين. هلا انت مبدئيا دمرت العضله، لكن غذائك والراحه والى اخره هو اللي بيخليها ترجع تشفى باذن الله العضله وتتغذى، فما بترجع قويه، بترجع اقوى من اول شوي، اكبر من اول شوي وهكذا. فاذا الضخامه العضليه حتى ضروريه كلمه ضخامه لمين؟ حتى للمراه. يعني المرأة إذا كانت نحيفة كثير معها سوء امتصاص، فعندها المنطقتين الأنثويتين بجسمها اللي فوق واللي تحت مثلا كثير ضامرين، طب هي شلون بدك تعمل لها تسمين؟ إذا أكلت بس أكل نشويات نشويات ممكن يسمنوا هالمنطقتين، لكن بيصير جسمها كله سميح، بيطلع لها بطن ممكن، ممكن يعني بيسمن بشكل غير متوازن، بصير بشع، بصير يا ليتها ضلت عظام لسه أشرف. لكن لما أنت بتجي بتعطيها تمرين للصدر بالذات، يعني صار عنا لحنا لأول مرة بالعالم بهالرياضة هاي، صار عنا في شيء اسمه تجميل موضعي بالرياضة. بالعادة ما بيعرفوا شيء اسمه تجميل موضعي، بيعرفوا بدك تنحف طلع على المسكليت الكود يلا مدري شو حكي عشوائي وشعبي. طب انت بدك تنحف مثلا نقطة هون، شو دخل رجليك تقعد تركض ولا تمشي؟ ما بيعرفوا، بيعرفوا انه كلك تنحف سواء كلك هي. لذلك بتلاقوا عارضات الازياء منظرهم بيرعب غالبا، لانه مشان تنحف رجلها بقوم بينحف صدرها مثلا بتطلع كلها عظام الى اخره. فتجميل موضعي اللي احنا بنجي المدربة عنا بتعطيها مثلا تمرين تكبير صدر، فبتكبر لها العضلة اللي ورا غدة الثدي، بتكبر لها العضلة بالذات وبشكل ما بتظهر العين، يعني بس بتدفش الثدي فبيكبر وبيرتفع. وبتعمل فيه موديلات بقى عربي اجنبي قصة طويلة هي، يعني بين النساء بين بعضهم. اذا بدها عضلة تضخم حتى بشهر واحد تلاقي فرق ملموس للصدر، بس ما حتبين عضلات مثل الرجال، لا تعمله بشكل انثوي. طبعا اذا عملته بالبرامج التعبانه هي اللي بالبلد المساكين يعني لسه ما وصلوا للاكتشاف الله يعطيهم العافيه، فشو بيصير؟ ممكن يدوب الثدي عندها بالمره، بيقول لها بدك تكبري صدر، طيب يلا العبي صدر 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 صدر، تلاقي داب على الاخير يا ريتها ما لعبت. ما بيعرف كيف تعطيه شيء بشكل ما تبالغ، او ممكن يكبر الصدر بس يطلع بشكل رجولي، او ممكن
يكبر من قرنه ويضل القرنه بشع مثلا. يعني الصدر كثير حساس، بده يكون من جوا من برا، قصه طويله. ممكن تكون وحده مثلا عندها شحوم بالقسم السفلي من جسمها، فهي الشحوم بدها تنحيف، بس فوق عندها بالعكس في نحف. اذا ما كان في نحف كامل صدرها بالذات في ضمور، طب ما بصير تعطيها تنحيف عام، بدك تعطيها تنحيف موضعي لرجليها وتضخيم لمنطقه الصدر بالذات. وحتى التنحيف تحت بده يكون المنطقة الفلانية بالسنتي الفلاني، السنتي اللي جنبه تعامل ثاني، السنتي يعني بترسم جسمك رسم. كلمة تضخيم العضلة كلمة علمية جدا ورائعة جدا، فيها إعجاز إلهي وفيها علاج وفيها توازن هرمونات لنمو الأطفال ولحياة الرجل الزوجية، وفيها جمال للمرأة بدال عمليات التجميل، بدال عمليات السيليكون، بدال عمليات الشفط. فهي كلمة العضلة لما نعرف كيف نعطيها حقها بالضبط فنحترمها، فبتعطينا لما ما بنعمل خمول ولا بنعمل ارهاق، ولما هالعضله هي بدنا نضخمها بدنا نعطيها وزن محدد بزاويه محدده بعدات محدده براحه معينه مع غذاء الى اخره، صار في تضخيم. طيب العضله اللي جنبها بدنا ننحفها، نعطيها اوزان مختلفه ثانيه بعدات مختلفه بنظام مختلف، فصار عندنا شيء اسمه تجميل موضعي ونحت الجسم على مستوى السنتي. بتقلي في عندي سنتي هون بدي روحه، السنتي اللي جنبه بدي بالعكس بدي انفخه. بشكل عام هالرياضة هي نظام حياة متكامل. أنا بعتبرها والله بعتبرها من أكبر النعم علي رب العالمين، أكرمني أني بلعب هالرياضة هيك لنفسي. يعني بدونها حياتي مشكلة، يعني غير أنه بنيتي كانت أنا صغير، بعدين الحمد لله بالنظام الغذائي وبالرياضة وكذا بالعكس صار عندي بنية قوية كتير هلأ، ويعني قوية زيادة عن اللزوم، بس أنه تغلبت على بنيتي ومشاكلها إلى آخره، وهلأ تعطيني رغم يعني قعدتي ورا الكمبيوتر ليل نهار مشان مواضيعي الاختصاصاتي الكتيره اللي بفوت فيها، فهذا مفروض يدمر لي جسمي، يعني دمار مفروض يصير معي مشاكل مفاصل ومشاكل الحمد لله بنزل كل 9 ايام مره واحده، بنزل بلعب ساعتين بس مدروسين بيغنوني عن 9 ايام كلها فضل رب العالمين، بيعطونا 100 فائده وفائده، فنعمه كبيره الحمد لله. مثل ما بتشوفوا بالصفحه الرياضيه عندي كيف كان في اطباء معالجين فيزيائيين أخذوا شهادات، بالبداية كانت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعدين صرت أنا والاتحاد الرياضي السوري توقيعي وتوقيع الاتحاد السوري، بعدين صرت أعطي الشهادة مني أنا بتوقيعي وختمي. أنا عندي مثلا شهادة، فرضا أنا متخرج من كلية الرياضة أو أنا دكتور أو أنا معالج فيزيائي أو أنا خبير التجميل أو مهتم أو إلى آخره، بس بدي طور معلوماتي، ففينا نعطي شهادات إذا فيها. والسلام عليكم.